في ترند النهارده هنتكلم عن ازاي وشك يبقى فيه لمعه، يبقى فيه جلو، تحسي كده انك منوره من غير ما تبقي حاطه ميك اب، يعني تبقي حاطه حاجات كده خفيفه وبسيطه ويديكي الشكل ده. اول حاجه بقى ممكن تحطي المويسترايزر اللي هو كريم الترطيب، ده هيديكي لمعه، شكلك فريش، تلمعي كده وبتبرقي حلو قوي، وفي نفس الوقت بيجهز البشره ان انت بعدها تحطي الميك اب. ده بيبقى الاساس، تبقى اول خطوه، عشان طبعا لو بشرتنا اساسا مترطبه وكويسه وصحه البشره نفسها كويسه، الميك اب لما يتحط بعد كده بيطلع شكله احلى 100 مره من ما تحطي الميك اب على بشره تكون جافه او تعبانه شويه. بعد كده ممكن تحطي كريم اساس اللي هو الفاونديشن، بنحطه بقى ده ليه على بشرتنا؟ عشان يخلي وشنا كله نفس اللون، ولا يكون في بقى بقع باينه، ولا لو بشرتنا فيها اي احمرار تبان، بتخلي البشره كده كلها لون واحد وحلو. طيب في بقى نوع من انواع الكريمات الاساس اسمها بيبي كريم، دي اخف شويه من الفاونديشن التقليدي وبتخلي كده وشك برده لسه فيه لمعه ونضاره عن الفاونديشن العادي، ودي بتبقى حلوه قوي للبشره. بس اهم حاجه بقى ان انت تنقي الدرجه اللي لايقه عليكي. خلونا دايما نحط الدرجه يا اما درجه بشرتنا يا اما اغمق سنه، بس بلاش تحطوا الدرجه اللي هي بتكون افتح. الحاجه التانية اللي تخلي الميك اب بتاعك حلو قوي ومليان نضاره كده وبتلمعي، ان انت تستخدمي بلاش يكون سائل. لما بيكون سائل بيختلف خالص عن لو تستخدمي بلاش بيكون باودر. السائل بقى ده بيبقى تحسي كده ان انت مش حاطه حاجه اصلا، ما بيبانش انك حاطه حاجه، بس مهم قوي ان احنا نختار اللون الصح. لو بشرتك فاتحه اختاري مثلا لون يبقى على روز شويه، على برتقاني شويه، هيبقى لايق قوي معاكي. ولو بشرتك غامقه ممكن تستخدمي لون يكون غامق شويه عشان يبان، هيبقى حلو قوي برده معاكي. برونز كده على بني بيبقى حلو قوي وشيك قوي كمان. وفي بقى نوع مصري، براند مصري بتاع ميك اب اسمه اسنشلز، عندهم درجات حلوه جدا، وطبعا كالعاده احنا عايزين نشجع المنتج المصري دايما. واكتر حاجه بقى بتدي شكل الجلو كده في البشره هي الهايلايتر. الهايلايتر يا جماعه ده حاجه اختراع خطير، هي عباره عن لمعه، تحطوا لمعه كده بالظبط وبتحطوها على اماكن معينه عشان لما يجي فيها الشمس او اي اضاءه تبقى بتلمع وتبين كده ايه جمال وشك. الاماكن اللي لازم تحطوا فيها هو هنا الحتتين دول، الخد من فوق او طرف المناخير، بتخلي المناخير شكلها مرفوع كده اكتر، او في ناس بتحب تحط هنا في الحته دي فوق الشفايف، انا شخصيا ما بفضلهاش، بحس ان هي بتكبر البق قوي وانا مش من هوات الشفايف الكبيره، لكن الاماكن التانيه بتدي شكل حلو قوي. ولو عايزين بقى تستخدموا نوع يبقى باين قوي استخدموه، يبقى ليكويد برده يكون سائل مش باودر، بيبان اكتر بكتير. لو انت بشرتك غامقه استخدمي الهايلايتر اللي هو بيبقى على ذهبي نحاسي، بيبقوا حلوين قوي. ولو بشرتك فاتحه ممكن هو اللون الروز او الفضي، هيبان ويبين بشرتك احلى. اهم حاجه بقى في الهايلايتر ما تحطيش كتير، لو حطيتي كتير يبقى الموضوع مش حلو. فاهم حاجه ان احنا نختار اللون الصح والكميه الصح كمان.